أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا شككت في عدد الأشواط حول الكعبة، ولكن والدتي تؤكد أننا قد أتممنا الطواف، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الشك في أثناء الطواف فإنك تبني على اليقين، تبني على الأقل وتكمل الطواف لأجل تخرج من العبادة بيقين. أما إذا خلصت من الطواف ولا حصل عندك شك وقت الطواف، وإنما حصل بعد ما خلصت من الطواف، فلا تلتفت لهذا الشك، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم.